عندنا هنا شركة أدايو، طيب دول سبلاير لتجهيزات سيارات. مثال بسيط، شوف هنا الله يسعدكم، شاشة السيارة في الداخل قد إيه حجمها هنا. فهم دول طبعا شركات السيارات ما بتصنع كل شيء لوحدها، عندنا هنا الكرت دخول السيارة، ما بتصنع كل شركات السيارات لوحدها، بتعتمد على شركات في السوق موجودة بتبيع تقنيات، بحيث انها تجمع التقنيات هذه من مصادر مختلفة وتجمع السيارة واحدة. فاكر من زمان قلت لكم زي الشيف اللي بيجمع الوصفات والمواد عشان الدقيق ومثلا الزبدة والسكر الملح كل شيء عشان يجمع سيارة واحدة. فكده مصانع طبعا تختبر التقنيات هذه. فعندنا هنا النظام السمعي والنظام الكهربائي حق السيارة، طرمبات المعدات اللي فيها. هنا عندكم الداي كاستنج اوتوماتيك كي كومبوننتس، هنا صب القطع الحديدية للسيارات حسب احتياجها، ان كان زارير من ان كان معدات داخلية ان كان طبلون ان كان اي شيء محتاجه السيارة موجود عندهم هنا. وعندنا هنا مثلا شوف مثلا عملية الشاشات الطبلون والشاشات الداخلية حقت السيارة مع كاميرات المراقبة. موجود عندنا هنا اوكي، شايفين الكاميرا المراقبة اليسار اهي بصورني انا، اليمين شاشات المعلومات كاملة، الرادار الامامي، الهيد اب ديسبلاي. صورنا لك بالسنة الماضية برضه في معرض شيري تقنيات، فاهي هي مجرد اعادة وازادة وافادة. شاشات ترفيه، هنا الترفيه الخلفي اللي قاعدين في كراسي الخلفية. الأنظمة السمعية تويترز وراء. شريف خرج باصات حاجات كبيرة شوفوا. تصور كل شيء من جميع اتجاهات. الهيد اب ديسبلايز عدة مقاسات احجام. هنا اهي اوتوموتيف الكترونيك سمارت كوكبيت، طالع شوفوا الهيد اب ديسبلاي. يعني خذوا بالك هناك الطريق، هنا الهيد اب ديسبلاي والنايت فيجن والمعلومات الرؤيه الليليه، كل شيء بيكون معروض قدامك في الشاشه هنا. هذا مفهوم بسيط، لما احد يقول لي والله الشركه بتصنع كل شيء، ما في شركه واحده في العالم بتصنع كل شيء، كل الشركات بتبيع. زي ما حقون الفاشن حقون الموضه، ناس يبيعوا اقمشه وناس يبيعوا تصاميم وناس بتصمم وتصنع وتجمع، هي بس النسبه بتزيد وتقل من مصنع لمصنع.